اتحاد إذاعات الدول العربية بشراكة مع إذاعة المملكة المغربية من طنجة يقدم لوحات شعبية، الألعاب الشعبية في التراث المغربي، إعداد وتقديم عزيز الجزيري. مرحبا بكم سيداتي سادتي ضمن عدد جديد من برنامج لوحات شعبية، والذي سنخصص الألعاب الشعبية ببلادنا. ألعاب مختلفة ومتنوعة عرفت في القديم تحكمها خصوصيات وقوانين وضوابط وجب على اللاعبين احترامها، تتنوع حسب الزمان والمكان والجنس. وللإحاطة أعزائي المستمعين عزيزي المستمعات بهذا الموضوع، نستضيف على التوالي كل من الروائي والأديب المهتم بالثقافة الشعبية الأستاذ الكبير الدديسي، وكذلك سعيد زغو ممارس ومؤطر للعبة الشعبية ولاد سيدي أحمد موسى والمعروفة بالجمباز التقليدي. مرحبا بك سي الكبير الدديسي، أهلا وسهلا. مرحبا بك السادة عزيزة، ونتمنى إن شاء الله الاستمرارية والتألق للبرنامج، ولك عزيزة ومزيدا من التفوق إن شاء الله في البرامج اللاحقة والقادمة إن شاء الله. إذن الألعاب الشعبية اللي تعرفت منذ القدم، ربما عرفت واحد النوع من الانقراض خلال هاد السنوات، كنعرفوا أن مدى أهمية اللعب في حياة الطفل. إذن كيفاش عموما قبل بعجلة قبل ما نطرقوا لهاد الألعاب الشعبية والتسمية ديالها والخصوصيات ديالها، ماذا بينا نتكلموا بعجلة على أهمية اللعب بصفة عامة سواء كان في القديم أو الآن؟ في البداية لابد أن نزيل واحد اللبس، أنه غالبا عندما يطرح موضوع اللعب يطرح في مقابل الجد، في حين أن اللعب هو اليوم يعد مدرسة، وبل إنه يتفوق على عدد كبير من المؤسسات الأنشئة الاجتماعية المتنوعة، بل إننا في اللعب اليوم ممكن أن نتعلم ما لم نتعلمه لا في الأسرة ولا في المدرسة ولا في أي مؤسسات أخرى من المؤسسات الأنشئة الاجتماعية. كما هو متعارف عليه هو نشاط من أجل تحقيق المتعة وتحقيق التسلية، ويستغله الصغار كما يستغله الكبار، نشاط حركي ونشاط يمارسه الأفراد في صورة فردية أو جماعية، ويستغل ما يوجد في الجسم من طاقة ومن حركية من أجل الإمتاع والإفادة. بل إن حتى الإنسانية اليوم جعلت من الألعاب مؤسسات اقتصادية، مثل أن نذكر الألعاب الأولمبية، ومثل أن نذكر الألعاب الأخرى الرياضية من كرة القدم أو الألعاب الفردية أو الجماعية. فاللعب اليوم ما بقاش ذاك المعنى المقابل للهزل أو ضد الجد وضد المعقولية، بل إن أكثر الدول تقدما اليوم في التعليم انتبهت إلى أهمية اللعب وأدخلت اللعب ضمن برامجها الدراسية. بل إننا بواسطة اللعب تكبر وتنمو الحواس وتنمو الإدراك وينمو الفعل والانفعال والتفاعل وغيرها. إذن منذ زمن واللعب كيشكل كيف ما ذكرتي أهمية كبيرة في حياة الطفل، كينشأ منين كينشأ هو ربما كتكون عنده دوك الملكة ديال اللعب، وتعرفت ألعاب كثيرة وكثيرة للأسف بدأت كتندثر وكتنقرض مع الزمن مع ظهور ربما تكنولوجيا والألعاب الإلكترونية. أكيد العوامل كثيرة، هذه الألعاب كانت عندها خصوصية وكتختلف وكتنوع ربما حسب الزمن والمكان والجنس. أكيد أستاذة، نعم. فاللعب تكلموا عليه فلاسفة كثر منذ القديم، نعم. فأفلاطون منذ العصر اليوناني يرى أن الصغار يمكنهم التدرب على أعمال البناء، يكتبون أعمال شاقة من خلال اللعب. وأرسطو أيضا يرى أنه يمكن تشجيع الأطفال على اللعب باستخدام المهارات التي ستنفعه في المستقبل. هناك ألعاب للأسف اندثرت اليوم وانمحت، وضيعنا فيها كنزا ثمينا يصعب تعويضه. نعم. للأسف ربما هذه الأجيال ما كيعرفوهاش، لا يعرفونها ولا يعرفون ضوابطها. نعم. الجانب آخر وهو الجانب اللغوي، فكل لعبة عندها قاموس لغوي لها. نعم. وكل لعبة لها قانونها، كل لعبة لها قوانينها ضبوطة
صارمة وفق ضوابط، ولكل غاش جزاءات، ولكل مجتهد نصيب. فهذه الأمور لا تعلم أبدا في المدرسة ولا تعلم في الأسرة. ونعلم الطفل قبول الهزيمة، جميع الألعاب ينهزم الطفل ويضحك مع أصدقائه ويخرج فرحا نشيطا بهزيمته، بينما المدرسة اليوم والأسرة تعلمنا عدم قبول الهزيمة. مسؤولية واللعب جد في قمة الاحترام وفي قمة المسؤولية. إذن كيف ما قلتي هاد الألعاب عندها قاموس لغوي خاص وقوانين كتحكمها، ربما تكتشفت بالصدفة اكتشفوا هاد الأطفال نشأت معهم كيلعبوها في الأحياء الشعبية في المدرسة وفي غيرها كتبقى مستمر معهم. فنأخذوا بعض الأمثلة إلا سمحتي السيدة ديسي. الأمثلة ديال اللعب لابد أن نشير، لأن راه الأسماء قد تختلف من منطقة إلى منطقة، تختلف من بلد عربي إلى بلد عربي، ولكن هذه الألعاب كلها مبنية على مبدأ واحد، وهو التنافس الشريف واحترام الآخر وقبول الهزيمة والانضباط باللعبة، خاصة بالمواسم الفلاحية والمواسم الشتاء والصيف وغيرها. وكاين ما لعب ديال الأطفال، لعب نعطيه لعب مثلا، نعطيك مثلا لعبة ديال منطقتنا كانت تسمى قاقورة. فينا منطقة سيدة ديسي؟ منطقتنا واحدة نملان. نملان هذه قاقورة ينقسم لجموعة ديال الأطفال يعزلون واحدا ويجلسوا بعيدا ويتفقون حول أضحية يذبحونها، شاة أو بقرة أو كذا، وكل شخص يختار عضوا. أنا اخترت الكبد، أنا اخترت الرئة، أنا اخترت المعدة، هادشي رمزي. ومن خلالك يتعرفوا على اللوكوغيما ويتعرفوا على الأناتومي ديال الحيوانات وغيرها. أول سأل قاقورب يجيبوا آخرين، عمي عينك بالتراب يعني ما تشوف ما تعرفناش، يقول لهم اختار أعطي أجذبحتو، يقول يذبحنا مثلا شاة أو بقرة، يقول أعطيني المعدة، يقول لي ما كاينة جديدة في معيك، أعطيني العينين، عمي لك عينك، أعطيني كذا. ولما يختار يصيب الهدف هنا، ذاك الإنسان اللي اختار ذاك العضو يحكم عليه هو بحكم اللي بغى، إما أنه يحمله راكبا يجيبوا المجموعة أو اللي يسخروا أو لا. وبالتالي لعبة بسيطة جدا، ولكن كنعرفوا فيها الأعضاء، نعرفوا فيها الجسم، نعرفوا فيها التفاعل غير ذلك. كاين ألعاب اللي كتقوم على البنية الجسدية والبنية القوة العضلية. نذكروا في المغرب مثلا لعبة حمد وموسى، هذه ربما المغاربة كلهم كيعرفوها. هذه لعبة شعبية، لعبة معروفة. الجومباس تقليدي ولا الاكروبات تقليدي، وتكاد اليوم خصها تكون لعبة أولمبية. لماذا لا؟ لو كانت عندنا سلطات قوية تدافع عن الألعاب ديالنا، ربما كان هذه الألعاب تدخل اليوم كمنافسات دولية وغيرها. حمد وموسى هذه جاية من قرية، هذا اسم قرية توجد في نواحي جنين، جنوب سوس، المغرب، اسمه احمد وموسى. نعم. وهذا الشخص توفي في سنه 1563 ودفن على ضفاف واد الساقيه الحمراء بنواحي العيون، تقريبا 180 كيلومتر على العيون، وهي تبع اليوم السماره. اللي جميل في هذه اللعبه هو ذلك التناغم اللباس، هذا ولد لان لهم لباس خاص موحد يمتاز. نعم. موحد وفيه اصول افريقيه واصول مغربيه واصول امازيغيه، وبالتالي هذا نستغلوه دفاع الوحدة الوطنية. أنه جذور صحراوية ومنغلق في جميع الأقاليم المغربية، وبالتالي فهذه اللعبة ممكن تلعب وظيفة سياسية للدفاع عن القضية الوطنية الأولى اللي هي قضية الصحراء. هذه لعبة صحراوية في البناء ديالها، كيف تبنى وكيف يقفزون ينطون ينقلبون في السماء، بألعاب يصعب جدا على إنسان لم يتدرب أن يقوم تلك الألعاب بالفعل، حتى إلى درجة أننا نقول ربما أنها لأن هذه الألعاب في المغرب عدد منها مرتبط بالزوايا، تفهموا هذه الفكرة أستاذة؟ نعم. ومرتبط بجذور الثقافة الشعبية. نعم. حتى أنه تكاد تكون لكل زاوية هبة ربانية. نعم. إذن هذه الهبة الربانية أعطت لها الزاوية ديال حماد وموسى القوة على القفز، كما أعطت الزاوية سيدي رحال ربما تسمعي بهذه المنطقة. نعم. شرب الماء الساخن. نعم. درجته تفوق 100 درجة. نعم. ويشربون الماء الساخن بقوة جسدية لا توفر لآخرين. نعم. وتعطى لزاوية أخرى ترويج الأفاعي. إذن فهذه الألعاب الشعبية اليوم على الرغم من بعدها الصوفي والبعد ديال الزوايا، كاين ألعاب اجتماعية ديال الأطفال. للأسف ضيعنا كما قلت كنز يصعب جدا أننا نرجع ليه، الألعاب الإلكترونية اليوم لا تلينا الحركة ولا تلينا التعايش، لا تلينا قبول آخر والتقارب الأطفال وغيرها.
هذا على سبيل المثال استاذ، مثلا غير الاطفال في وقت الاستراحه كنا في الوقت ديالنا مثلا كنستغلوه كنلعبوا بداك لاستيك كنلعبوا الغمايده كنلعبوا. دابا الاطفال كيخرجوا الاستراحه وكل واحد قابط الطابلات ديالو ولا التليفون، ما كاينش داك التواصل، ما كاينش داك اللعب، ما كاينش داك حتى البنيه الجسديه كتبقى عندهم ضعيفه. شكرا للعزيزه. ونعرفوا بان الالعاب الالكترونيه راه اول لعبه ظهرت 1977 بفضل واحد المهندس امريكي راف باير، وبالتالي هذه راه كانت كارثه نزلت على الشباب وعلى الاطفال وغيرها. وكانت اول مؤسسه خلقت الالعاب الالكترونيه هي داك الصندوق البني براون بوكس هو اللي عطانا هذه الالعاب، واليوم طورات الالعاب راه والحمد لله احنا ما وصلتناش بكري، ما وصلتناش هذه الالعاب واخا ظهرت في 67 راه كن الحدود مثلا الثمانينات ولا التسعينات راه كانوا الاطفال كيلعبوا في الشارع كيلعبوا في الازقه لاستيك البي بالنسبه للاولاد كاين لعبه ديال الترومبا ولا هنا نقولوا ان كاين العاب اللي موسميه. ايه نعم هذه كاين العاب مثلا في المنطقه ديالنا كنلعبوها بعيد الاضحى، والادوات اللي كنلعبوا بها عندها علاقه بالاضحيه، كنلعبوا الكعب الكعب ديال الخروف كنلعبوا به بواحد الطريقه جميله جدا، كيلعبوا يهزوه يرميوه للسما وكيفاش يوقف على ظهره ولا يوقف على كرشو ولا يقعد يتقبل فوق. وبالتالي كاين لعاب هنا كنلعبوا بالقرن ديال القرون ديال الخروف، هي واحد اللعب ما كنحطوها شكون اللي يدوز الحجره من تحت منها او شكون اللي يلمسها او شكون اللي يطيحها. وبالتالي كاينين لعاب مختلفه، كاين اللعاب اللي عندها علاقه بالمكان بالطبيعه بالشجر. نعطيك مثلا واحد اللعبه كنا نلعبوها اسمها هرش، قد بما فيها من العنف ولكن كان فيها قوه التسلق فيها قوه التحمل فيها وبلاعبين احترام لقواعد اللعبه. كانت لعبه مثلا ديال الحجله بالعربي الفصحى، اللعاب كلها وكانت تحضر فيها الاسر وكتحضر فيها الامهات حاضرين وتشجيع وتصفيق مع احترام تام للقواعد ديال اللعبه، ما كاينش اللي غيخرج من اللعبه. احيانا كاينين اللعاب اللي فيها الحمايه نحميو. عندك واحد اللعبه اسمها سالوم، هذه هي السلم، ربما راه جايه من العبريه شالوم، جربوا هذاك الشخص ويوصلوا لهذيك المنطقه. اذا هذه في الشام في الجنوب، في الجنوب ديال المغرب كانت في الجنوب في الوسط، ومعروفه ربما احنا في المغرب اليهود لا يطرحوا لنا اي عقده، تعاملنا معهم وسكنوا معنا وتعايشنا معهم ولعبنا هذه لعبه يهوديه في المغرب، ولكن حتى حنا كنا كنلعبوها معهم وكانت لعبه عاديه. ولكن بنيه على السلم، عندما نختاروا شخص علينا ان نحميه وسط المجموعه ونوصله الى منطقه العدو، والعدو عليه ان يضبط وان ينتشي له منه. اللعب كما قلت تختلف نعم، غير هذه الالعاب مثلا خاصه بالذكور، كاين هناك العاب كتخص الاناث شكرا وبالفئه العمريه ربما وبالجهه بالبيئه اللي كتحيط، وكذلك واش في المدن او لا في القرى. هذه الالعاب ربما كنظنوا في المغرب كاملين، ربما الاسماء تختلف. كاين اللعبات ديال الاناث اللي كان معروف جدا وكل البنات كانوا كيلعبوها بما في العالم، هي لعبه الحبل، وفيها طرق متعدده فرديه وجماعيه وثنائيه، وفيها العاب اليد وخفة والقفز مره او مرات متعدده على الحبل. كاين لعبه تلعب بالحصى، يرمي الانسان الفتاه الحصى وتحاول ان تقلب يدها والحصى تكون على يديها من ظهر اليد. الصوره فهمتي وصلتك الصوره؟ ايه نعم بالفعل لعبناها وحنا صغار. خمسه الحجره فقط. كاينه لعبه حنا لعبناها مع البنات وهي كتسمى عرير مات السراق، لعبه غريبه ربما هذه اول مره غتسمعيها. نعم. هذا كتبان اللصوص او عرير مات السراق، تنقسم الفتيات فريقين وكل تعطى الانطلاقه، واحد جوج ثلاثه وتنطلق. كل فريق يحاول ان يختبئ في مكان ويأخذ التراب ويبني كتب ترابية صغيرة في أماكن مختبئة، ويزم اللاعب خمس دقائق. لما تنتهي الحكمة نهاية اللعبة، كل فريق يحاول يبحث على تلك الكتبان ديال فريق العدو ويخربها ويمسحها، وفي الأخير كنحسبوا كم عدد الكتبان التي بقيت لم تخرب، وبالتالي الفريق اللي بقات عنده الكتبان ديالو صامده تيكون هو الفريق الرابح. ودائما في النهايه كتكون احكام، راه ماشي غير الربح وانتهى، لا بد للفائز ان وتكون هنا احكام. اما يركبوهم من مكان معين، اما يسخروهم لقضاء بعض الحاجات، اما يحكموهم بالضرب احيانا على اليدين او بعض المرات يحكموا عليهم. هذه هي الحلاوه ديال هذه اللعبه، هذه تحكم على الفتيات يذهبن حافيات واحد العدد ديال الامتار. مع الالعاب ليست احكام، ليست مؤديه، والذي تحكم عليه يقوم بالجزاء ويقوم بالعقوبه وهو سريع بالعقوبه ويلتزم بها. هذا هو اهم شيء في اللعب، وربما هذه راه فيها متعه. ربما الله اليوم نتلمس السبل نحو
العقوبات البديلة. نعم. وراء هذا اللعب كانت تقترح علينا عقوبات بديلة. المعاقب يقوم بالعقوبة وهو راض بعقوبته ومتقبل للحكم ويؤديها بحب. لعب كيقول إذن كاين لعب أخرى كثيرة، مثلا القفز على الحبل، كاين ذاك اللاستيك، لقات الحبل، كاين لعبة أخرى تختلف من منطقة إلى منطقة، وهي كل فتيات جالسات في حلقة واحدة، فتاة تدور خلفهن تحمل شيئا ما، إما صندلان أو قبعة، وتحاول أن تضع واحدة من تلك الفتيات، وعلى كل فتاة أن تكون يقظة خوفا من أن توضع خلفها، لأنها إذا وضعت خلفها وقامت الفتاة بحلقة كاملة تعاقبها. إذا الألعاب كثيرة كثيرة ما يمكنش نحصيها خلال هذا الحيز. نعم. كان اللعبة ديال الكاشكاش هذه اللي معروفة عالمية إلى ذلك. إذا فاللعب كثيرة كثيرة جدا. كم تحصروا عليها سيدة ديسي، كم تحصروا على هاد الألعاب اللي ما بقاوش هاد الجيل هذا كيلعبوه، وكينمي القدرات الجسدية والذهنية وكيلتزموا بالقوانين. للأسف ما بقيناش وكيعرفوهاش أصلا هاد التسميات، ربما احنا الجيل ديالنا كيعرفوا هاد التسميات. نعم. للأسف ما كيعرفوش وما في معلومات. نعم. نعم. لأنه حق المعرفي هام. نعم. من حيث المصطلحات كاينين لعاب لها لباسها الخاص. نعم. وكاين حق في طلب المطر، في طلب الغيط، في نعم. الهروب من الشمس. كيف ما قلتي ألعاب موسمية مرتبطة بالمواسم، بالمواسم وبالطبيعة ديال الليل أو النهار ولا الليل أو النهار. وبعض مرات الذكور أو الإناث، بعض مرات الكبار. كاينين اللعاب اللي يلعبوها الناس كبار السن. أعطيك مثلا، كان في نواحي فاس تلعب لعبة من شوشة، وهذه شوشة كانت تقام في ضريح ديال زرهون والإدارة الأكبر، ويتدارى شخصان بلباس قليدي، جلابة المغربية، القشابة كما تقولوا هما، ومحزم، وخصو يكون من فرسان القبيلة. نعم. ومن أسياد القبيلة. نعم. وغيتصارع مع سيد آخر ديال القبيلة. نعم. وبالتالي يدخلون في مصارعة لا تختلف في شيء ما نشاهده اليوم من المصارعة الحرة، ويكون جمهور قوي جدا من القبيلة ديال الناس المتصارعين. وعندما يفشل أي شخص يحمله المتفرجون من يديه ورجليه ويرمونه في شريط الضريح، أو يرمونه في الوحل الغيث كان منهزم، وربما قد تبقى وصمة عار على القبيلة يمازحهم أو تمازحهم القبائل الأخرى أن بطلكم الهزام أو غير ذلك. فهذا البعد والبعد المعرفي ديال هذه اللعاب، مرة أخرى نبكي عندما نسمع أن أطفالنا لا يعرفون هذه اللعاب ولا يسمعون عنها شيئا ولا عن عاداته. وما كاينش مصادر كتشير لهذه الألعاب حاليا مثلا للأسف. نعم. هذا مشكل. نعم. ديال الطبقة المثقفة لعباتش الدور ديالها، وحنا كلنا مسؤوليتنا، ولكن لحسن الحظ. نعم. احنا كاين البركة في الشباب والبركة في الإعلام اليوم. نعم. أنتم اليوم كتقوموا بهذا الدور، مشكورين باش تعرفوا بهذه اللعبة وهذه الألعاب، وربما نتمنوا أنها تشارك عربيا، وأكيد بأننا جميع الدول العربية عندها ألعاب ديالها، عندها التقاليد ديالها، سواء نحن المغرب راه عندنا لعبيده الرمانه هي لعبه، الرجاله راه قريبه لعبه اللي في الغناء، راه هذوك الناس عندما يغنون مثلا لعبيده الرمانه راه عندها علاقه باللعب، باللباس، بالالات الموسيقيه، ما يقال في الكلام الاحتفاليه في البوادي. كاين واحد كيدير العرس كيعيط احمد موسى يديروا ليه حفله. أكيد. او عيط لعبيده الرمانه يقوموا ليه. نعم. وكانوا تقوموا حتى في الأعياد الوطنية. نعم. اللي كانت في المغرب، أعياد عيد العاش، أعياد الاستقلال، كانوا هاد الفرق وهاد الألعاب ينشطون الحفلات، وحتى في الأعياد الخاصة وفي المناسبات الخاصة. عندما تحدثوا عن الثقافة الشعبية تتكلموا عن هوية بلد، نخشى. نعم. أن تضيع يوما ما. نعم. هذه هوية، لأن ما يميزنا نحن المغاربة هو مثل هذه اللعاب، هو الأكل ديالنا، اللباس ديالنا، العادات ديالنا، التقاليد ديالنا، والألعاب الشعبية جزء لا يتجزأ من هذا الموروث الثقافي. نعم. الشعبي الذي للأسف يتبخر أمامنا. نعم. وأولادنا اليوم ينعزلون في كلهم في زوايا وغير ذلك. للأسف افتقدنا كل هذه المقومات ديال هذا الموروث الثقافي من خلال
ربما كيف ما العصرنا وظهورها التكنولوجيا وغيرها. أستاذ الداديسي الحديث فيه كثير ما يتقال إن شاء الله. شكرا للأديب والمهتم بالثقافة الشعبية الكبير الداديسي. شكرا لسي سعيد زغو مدرب لألعاب ولاد سيدي حمد وموسى على هذه الإضاءات بخصوص الألعاب الشعبية العريقة والضاربة في القدم والتي يستوجب الاهتمام بها وتوثيقها وتقريبها للأجيال الحالية. شكرا على حسن إصغائه والمتابعة. إلى اللقاء.